جلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد فرانسوا هولاند يدشنان المحطة الجديدة لتصفية المياه العادمة هنا بالجماعة القروية المجاطية ولا الطالب إقليم مديونة، محطة تعد نموذجا رائدا في مجال تبادل التكنولوجيا، مشروع أنجز من قبل شركة ليدك بغلاف مالي بقيمة 141 مليون درهم. الهدف من إنجاز محطة تصفية المياه العادمة بمديونة هو حماية الساكنة ديال مديونة من المقذوفات ديال المياه العادمة والحفاظ كذلك على الوسط الطبيعي خاصة الواد حصار. تعتمد المحطة في معالجة المياه العادمة على تقنية التصفية بالأغشية لإزالة المياه الملوثة. بفضل هذه التقنية المتطورة تمكنا من استخلاص مياه ذات جودة عالية تصلح لسقي الأراضي الفلاحية. بهذه المناسبة قام جلالة الملك محمد السادس والسيد فرانسوا هولاند بزيارة مختلف المرافق التي تحتوي عليها المحطة، حيث قدمت للقائدين شروحات تفصيلية حول المشروع ذي البعد الإيكولوجي والإنمائي. الاختيار الذي قام به القائدان هو اختيار مثالي يجسد عمق التعاون الفرنسي المغربي من خلال إعطاء انطلاقة هذا المعمل الذي يتزامن مع مرور 15 سنة على بداية اشتغال شركة ليدك، وهذا في حد ذاته اعتراف بنقل التكنولوجيا إلى المغرب. تأتي محطة تصفية المياه العادمة بمديونة لتعزيز مختلف مشاريع التطهير السائل المنجزة في إطار المخطط المديري لمحاربة التلوث، حيث تهدف هذه المشاريع إلى تحسين إطار عيش الساكنة المحلية وحماية البيئة ومصاحبة النمو الاقتصادي والاجتماعي بولاية الدار البيضاء الكبرى. محطة مديونة هي الثانية من نوعها بالقارة السمراء بعد جنوب إفريقيا، ويكمن هذا التميز في معالجة المياه بمعايير دولية عبر التصفية بالأغشية. تستقبل المحطة صبيبا يصل إلى 3800 متر مكعب في اليوم. الجديد في هذه المحطة هو إدخال تقنية التصفية بالأغشية، هذه الأخيرة توقف المياه الملوثة لنحصل على ماء كامل الصفاء. ماء صافي سيستعمل بعد خروجه من المحطة في سقي الأراضي الفلاحية المجاورة، كما ستستفيد منه الفضاءات الخضراء كذلك، وهو ما يجعل هذه المحطة تراعي سلامة البيئة وتوازنها. الأهداف الرئيسية ديال هذه المحطة ديال تصفية المياه العادمة بالمنطقة المديونة هي أولا الحماية ديال الساكنة اللي كتواجد في هذه المنطقة، وكذلك الحماية ديال واد حصار اللي كان كيعرف تدفقات ديال المياه العادمة خام، وكذلك للمحافظة على الفرشات المائية اللي كتعرف تسربات ديال المياه العادمة. تطلب بناء هذه المحطة سنتان ونصف السنة، حيث ستستفيد منها ساكنة تصل إلى 40,000 نسمة بإقليم مديونة، إقليم حديث العهد يغلب عليه الطابع القروي، يشكل الحزام الطبيعي للدار البيضاء من الناحية الشمالية الشرقية. خلال هذا اللقاء الثنائي شد